قتيبة راح خفارة وخلاني كذي. أصدق تمارا ماما دقي على بابا، قتيبة مستحيل يروح المستشفى ويخليني. أنت أكيد ما سمعتي عدل. ماما إيش فيك؟ ما فيني شيء ماما، بس بليز دقي على بابا، ما أقدر أمسك تلفون. أهدي أهدي. هاي إيش فيك؟ والله قلت ما أهون عليك تخليني وتروح. هي لا ما أكيد ما يهون علي، ما رحت مكان أنا، بس